يفعل التاريخ. القرش المغربي يستقبل شيخ الأندية التونسية، والمباراة بين بطل عربي وإفريقي وبين نادي يبحث عن ترك بصمة وأحداث المفاجأة في بطولة لا تقبل التكهنات المسبقة. المدارج في الملاعب المغربية إمتاع وإبهار، والمباراة مفتوحة بين فريقين يبحثان عن الحسم المبكر. حضرت الالتحامات القوية وحضر الإنذار، أما الانتظار فلم يطل كثيرا ليعلن الترجي افتتاح النتيجة بهدف الليبي حمد الهوني. هنا بالراس الكرة ملعوبة مسار تخطر، وهنا كرة من غيث وكرة تتخلص بالراس، وهنا تسديدة أيضا خطيرة تتخلص مسار تخطر ومحاولة. احتفلت جماهير الترجي لكن فرحتها لم تدم طويلا بعد إقصاء محمد علي اليعقوبي بالصفراء الثانية. النقص العددي شجع أولمبيك أسفي على التقدم أكثر، لكن رد الترجي كان جاهزا دائما بهجمات معاكسة خطيرة. بعد عودة اللعب حضر التهور لكن الحكم لم ينتبه، أما التحية والتقدير فتستحقها الجماهير الوفية المجتهدة والتي أشعلت الملعب رغم تأخر فريقها في النتيجة. شوط ثان تحمل معز بن شريفية عبئه الأكبر، فنجح في الحفاظ على شباكه نظيفة إلى أن تمكن زملائه من مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني. هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل لتتنفس جماهير أولمبيك أسفي السعداء قبل أن تفرح بهدف التعادل في الوقت القاتل، ليتأجل الحسم لمباراة العودة في تونس. محمد قردبو صدى